مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم، جوله في اهم واخر الاحداث المحليه والعالميه. هنبدا حلقتنا النهارده من خبر الاتصال الهاتفي اللي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال إن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. هنروح لخبر انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس غدا السبت 11 فبراير الجاري إن شاء الله في عدد من المحافظات، على أن تنتظم الدراسة في جميع المدارس يوم الحد 12 فبراير. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أكد ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية. كمان الوزير أشار إلى أنه هيتم تقييم مديري المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية في المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناء على الأداء في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ده من خلال طبعا التميز والمتابعة الجيدة في انضباط المديريات زي ما قال معالي الوزير. أعلنت وزارة الداخلية مواصلة مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان 2023، مع الدفع بسيارات منتظمة ومنظومة أمان لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة. علشان نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة كلنا واحد، خلونا نروح نتابع هذا التقرير مع حضراتكم. تحت رعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي أعلنت الوزارة استمرار فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1056 فرعا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وجاء مد فترة المبادرة بهدف في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. السلع كلها متوفرة بشكل كبير جدا، المنتجات كلها متوفرة في كل الفروع مش فرع واحد بس، ودي يعني نشكر فيها سيادة الرئيس جدا ان هو خلانا نشارك في حاجة زي كده معايا. كل السلع موجودة الحمد لله، يعني كل اللي بحتاجه بلاقيه هنا، هو متوفر بصراحة في المكان كل حاجة، والأسعار كمان كويسة هنا. في ظل أزمة عالمية بتأثر على العالم كله ومأثرة برضو على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بس المنتجات متوفرة وأسعارها كويسة. مبادرة كلنا واحد يعني كويسة جدا ما شاء الله، بنشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية على توفر السلع والمنتجات في الأسواق. شكرا يا رئيس انك في ظل غلاء الأسعار اللي في العالم كله حضرتك موفر لنا مبادرة زي مبادرة كلنا واحد، الأسعار فيها في متناول الجميع. ألف شكر يا رئيس، ودايما داعم لينا يا رب، ربنا يخليك لينا. ولضمان توفير مزيد من السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة في إطار المبادرة، أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار والموردين عددا من الشوادر الرئيسية بالشوارع والميادين تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. وحرصا من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شاركت الوزارة ومن خلال منظومة أمان في معرض أهلا رمضان بسلع متنوعة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء مستفيدين من تلك التخفيضات، كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه المعارض. أنا جيت النهاردة لمعرض أهل رمضان، لقيت الأسعار حلوة جدا ورخيصة عن برة، وكل حاجة متوفرة، زيت، سكر، رز، مكرونة، عسل، كل حاجة. الأسعار كانت حلوة بزيادة بأمانة، وأرخص أسعار كانت هنا،
واحسن اسعار كانت هنا بامانه. شكرا للرئيس وشكرا لوزاره الداخليه. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهايه. كما تقوم منظومه امان بطرح كميات كبيره من السلع عبر منافذها المتحركه الموجوده بالشوارع والميادين على مستوى الجمهوريه بتخفيضات كبيره، اضافه الى توافر السلع في 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا للمنظومه على مستوى الجمهوريه بتخفيضات كبيره، وهي موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت. شكرا رئيس المبادره، كل سنه وانت طيب. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعمل مع الناس الغلابه ده والله، وعايز يساعدنا على المعاش الصعب والله. دع يا مصر، دع يا مصر، دع يا مصر. الرئيس صراحه جميل وارخص من بره بكتير بكتير. يا رئيس كل سنه وانت طيب. كما قامت منظومة أمان بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين. جينا العربية وزارة الداخلية بتوزع فراخ وحاجة حلوة جدا. والأسعار كويسة يعني كرتونة ب50 جنيه يعني حاجة رخيصة مش غالية. أسعار جميلة وزي الفل وتحيا مصر. جهود اجتماعية تبذلها وزارة الداخلية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع، فكانت المساهمة الفاعلة من الوزارة بتوفير هذه السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة. الحقيقة هناك محاولات للدولة، محاولات مستمرة في سد احتياجات السوق من السلع الغذائية وتقليل الفجوة الاستيرادية رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ورب أزمة يأتي منها الخلاص وتكون بداية إن شاء الله بداية حياة للتوسع في الإنتاج المحلي لكل أشكال السلع وكمان الصناعات تتحول من محنة إلى منحة، واللي احنا بنشوفه الحقيقة في أكتر من مناسبة وفي أكتر من حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحات له لمشروعات كتيرة على أرض مصر. الحقيقة امبارح كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين المقبلين، وقال ان احنا شغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا، والعام اللي جاي هيكون فيه 500 ألف فدان لزيادة حجم انتاج الزيت من فول الصويا. قبلها كان يوم الاثنين اللي فات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان أكد خلال اجتماع الحكومة إن الدولة بتعمل حاليا على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة وتشجيع الزراعة التعاقدية. يمكن كمان وضح رئيس الوزراء أنه من المقرر أنه تتم زراعة فول صويا هذا العام ل 52 ألف فدان. الحقيقة منظومة متكاملة، خطة واضحة جدا للدولة لسد احتياجات السوق المحلي تحديدا في الزيوت. محتاجين نتكلم أكتر عن خطة الدولة وتفاصيلها، بينضم لنا هاتفيا الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ دين. أهلا بيك، ومحتاجين نتعرف من حضرتك على شكل خطة الدولة في زراعة المحاصيل الزيتية تحديدا. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بتوفير احتياجات المواطن المصري، والحمد لله احنا قدرنا ننجح في محاصيل الخضر والفاكهة، قدرنا يكون عندنا طفرة حصلت فيها، عندنا الكثير. اديني امثلة امثلة يا دكتور امثلة. كل محاصيل الخضار يعني كل الخضروات دلوقتي عندنا فيها اكتفاء زيتي، واحنا بنصدر ما يفيض عن احتياجات المواطن المصري، وده خلانا الحمد لله نصدر اكتر من 6.5 مليون طن ده في العام الماضي من الحاصلات الزراعية المختلفة. والموالح احنا الدولة الاولى على مستوى العالم في تصديرها، الفراولة المجمدة، الثوم، البصل، البطاطس، الرمان، الحاجات احنا عندنا قائمة كبيرة جدا من المنتجات اللي احنا حققنا فيها طفرات كبيرة وصدرنا جزء كبير منها للخارج من فائض الاحتياجات للمواطن المصري. صدرناها للخارج. في بعض المحاصيل اللي احنا كنا محتاجين نتوسع فيها اللي هي المحاصيل الزيتية والمحاصيل العلفية، كنا محتاجين نتوسع فيها وبزراعتها بشكل اكبر علشان نقدر نوفر احتياجاتنا منها محليا بنسب اكبر، خصوصا ان هي ليها اثر في بعض المدخلات الاخرى زي انتاجنا من الدواجن او البيض، كنا بنستورد كميات كبيره من الذره من الصويا، فبالتالي
وضعت الدوله خطتها للفتره المقبله ان احنا ننفذ منظومه اسمها منظومه الزراعه التعاقديه، اللي من خلالها تخش الدوله كمشتري وتقدر تشتري هذه المدخلات او هذه المنتجات الزراعيه اللي هي الذره والصويا وعباد الشمس، لان هم اولا بيطلعوا زيت، ثانيا بنقدر نستخدمهم كمدخلات للاعلاف او لانتاج الاعلاف، وكمان يعني الصويا مثلا بتطلع منها الزيت وبيطلع منها الكزب اللي هو بيستخدم في تصنيع الاعلاف، فبالتالي هي مهم ان احنا نتوسع فيها. وعلشان كده منظومه الزراعه التعاقديه ده تكون تضمن للفلاح سعر عادل وسعر مرضي يشجعه على الدخول في عمليه الزراعه. هل الزراعه التعاقديه هو الحافز الوحيد للمزارعين علشان ندفع المزارعين لزراعه الصويا وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الزيتيه، ولا في حوافز اخرى؟ مش بس الزراعه التعاقديه، الزراعه التعاقديه دي احدى اهم الادوات اللي من خلالها بنقدر نضمن للمزارع حافز اللي هو السعر الضمان او سعر اللي يساعده على ان هو يتشجع على زراعه هذه المحاصيل، لكن احنا كمان بنوفر له التقاوي، تقاوي عاليه الانتاجيه، مثلا بننتج كل التقاوي بتاعت المساحات اللي هيتم زراعتها تعاقديا بنوفر لها تقاوي، افضل انواع التقاوي اللي تقدر تساعد الفلاح في زياده انتاجه. كمان عمليات الارشاد والتوعيه اللي بتقدمها، توفير الاسمده اللي بيحتاجها وفقا للخطه او المقنن السمادي المعتمد من المعاهد المتخصصه بنوفره له بشكل مدعم. يمكن احنا عندنا الاسمده بتطلع او سعرها في السعر العالمي بتتجاوز في بعض الاحيان $1,000 للطن، احنا بنديه للمزارع المصري وخصوصا صغار المزارعين بنديه لهم باقل من بسعر 4500 جنيه للطن، ففي فرق كبير جدا بتتحمله الدوله المصريه عشان تساعد الفلاح المصري وتشجعه ان هو يوفي او يلاقي احتياجاته والمستلزمات الزراعيه الخاصه بيه بشكل مناسب، الى جانب ان عندنا كمان اهتمام بالبحث العلمي وابتكار اصناف جديده واستنباط اصناف جديده، وبنساعده في تقديم الخدمات الارشاديه والخدمات اللي تضمن نجاحه. بنعمل حاجه اسمها الخريطه الصنفيه اللي من خلالها بنخلي كل مزارع في كل منطقه يزرع الصنف اللي يتحمل الاصابات والافات في كل محافظه او في كل منطقه من المناطق، وبالتالي نقلل من عليه التكاليف اللي ممكن يتحملها علشان الوقايه والمكافحه وما الى ذلك من عمليات، وفي نفس الوقت يضمن اعلى انتاجيه ممكنه، وبالتالي ده يعود عليه بالنفع بمزيد من الدخل بالنسبه له، وكمان نوفر للدوله مزيد من الانتاج وتعظيم الانتاج، وبالتالي ده يحقق الامن الغذائي او مزيد من الامن الغذائي للمواطن المصري. واحنا في الخبر يعني احنا قلنا كمان المستهدف الكلي لزراعه فول الصويا تحديدا زي ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره اللي جايه، وكمان رئيس الوزراء في البيان. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. خلونا نروح لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لانه تحدث عن تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعداد مشروع بحثي متكامل لصياغه السيناريوهات وبدائل السياسات للأزمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال 2023 و2024. المركز عقد جلسة شارك فيها عدد من خبراء الاقتصاد زي الدكتور زيليكو بوجيتي كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بالقاهرة، وأساتذة الاقتصاد بقى بالجامعات المصرية زي مثلا الدكتورة أمنية حلمي، الدكتورة يمن الحمائي، الدكتورة نجوى سمك، الدكتورة علي عارف، الدكتور أسامة الجهري مساعد وزير الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كمان كان ليه تصريح قال فيه أن المشروع البحثي ده هيتضمن 18 ورقة 18 ورشة عمل هتتناول طبعا عدد من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر، وده من خلال طبعا الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين واللي لهم اسم وسيط في مجال الاقتصاد، اللي بالتالي يعني هيطلعوا بعض البيانات اللي هتدعم عملية صنع القرار الاقتصادي في مصر خلال عامي 2023 و2024. هاتفيا بينضم لنا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني دي اللي احنا اعلنا عنه، دي احد يعني خطط الدوله للتعامل مع الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، لكن هناك ايضا عدد من الاجراءات تم اتخاذها وتم الاعلان عنها في اكثر من بيان بخصوص خطه اقتصاديه استثماريه للفتره اللي جايه، يمكن اعلنت عنها الحكومه في اكثر من بيان ولقاء صحفي واحنا تناولناه. كيف تقيم هذه الخطوات خلال الفتره الجايه لرسم خريطه اقتصاد مصريه 2023 2024؟
طيب هو بداية الخطوات اللي خدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يمكن بدءا من شهر مايو 22 يمكن أخذنا إجراءات متمثلة في الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة. صحيح. وأيضا غير وثيقة ملكية الدولة التي من خلالها هيكون هناك يعني تخارج للدولة المصرية وتخارج من القطاع الاقتصادي سواء كانت بشكل نسبة 100% في بعض القطاعات 4 قطاعات تحديدا وأيضا 8 قطاعات وأيضا أن تواجدها والإتاحة الفرصة لكثير من المستثمرين في بعض القطاعات اللي بتسمى اللي هي قطاعات ذات الأمن أو طابع الأمني الأمن الاقتصادي الخاصة بالسلع الاستراتيجية. ده جزء اتخذته الدولة. أيضا الحياد التنافسي وتطبيق سياسة الحياد التنافسي أن يكون هناك معاملة يعني مماثلة لكافة الشركات الموجودة في القطاعات والتي تقوم بعملية الاستثمار سواء كانت ملكياتها تعود للدولة أو ملكياتها تعود إلى القطاع الخاص. أيضا اتخاذ إجراءات الدولة من خلال ما يطلق عليه تسهيل الإجراءات وده معلش دون قطع كلامك يا دكتور عبد المنعم، ده الرئيس امبارح اتكلم عن المنافسة العادلة الحقيقة، وعشان كده بنسمع من حضرتك دلوقتي ان الحكومة بالفعل اخذت خطوات جادة في عدد من الموضوعات منها فيما يخص طبعا المنافسة العادلة ما بين الشركات التابعة للدولة والشركات التابعة للقطاع الخاص. صحيح، بالفعل تم تطبيق القواعد الخاصة بما يطلق عليه الحياد التنافسي. وايضا كان هناك حديث عن الاجراءات وتسهيل الاجراءات الخاصة بتسهيل اجراءات التراخيص واللي ما يطلق عليه الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية بيتم بيتم استخراجها خلال 20 يوم. مجموعة أيضا القواعد التي تم يعني دعمها للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشكل كبير جدا، منها مبادرة البنك المركزي بإعطاء تمويلات ولشراء الآليات والمعدات الخاصة بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي بنسبة 11% نسبة تمويل وليس بنسبة 17%. دي مجموعة من الإجراءات خدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية. صحيح. أيضا عنده من أطروحات النهاردة الدولة احنا لدينا إشكالية، لدينا فجوة تمويلية تقدر ب 30 مليار دولار. هذه الفجوة هيتم تعامل الدولة المصرية من خلال طرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي محدد من الدول العربية أو من الدول الأجنبية يكون هو الذي يقوم بعملية الشراء. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. هنروح لفاصل قصير ونعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا وأخبارنا في اليوم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم، والحقيقة يعني قلوبنا مع الشعب السوري والتركي في مصابهم الأليم بخصوص الزلزال وتضررهم البالغ منه. والحقيقة بنلاقي من وسط المحن حيوات بتخرج وعظات وعبر. الحقيقة دعوتنا ليهم في كل الأحوال، لكن النهاردة كان في خبر الحقيقة شعورنا بكل الفخر لما تقوم به الدولة المصرية. الخبر بيتحدث عن أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشادت بجهود مصر لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا. المفوضية قالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال. شكرا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم. الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين مصر كانت أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنكمل باقي أخبارنا وهنروح بقى لأخبار الرياضة. أنهى نادي الأهلي النهاردة استعداداته لمواجهة نظيره فلامينجو بمدينة طنجة طبعا باستاد بن بطوط في مواجهة نارية لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. بيخوض الأهلي ميرانو الأخير النهاردة الجمعة، فيما بيعقد كولر اجتماع مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة وعن معالجة بعض الأخطاء اللي وقع فيها لاعبيها خلال مباراتهم الأخيرة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية اللي خسرها الأحمر ب4 أهداف لهدف.
يمكن نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح طبعا كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، وبعديها فاز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد قبل خسارته من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف. الأهلي يقدر يحصل طبعا على البرنزية دي، هتكون المرة الرابعة على فكرة في تاريخه اللي بيحصل عليها هي الميدالية البرونزية. من ناحية تانية بيخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مواجهة قوية في السادسة مساء اليوم الجمعة، لما هيستضيف طبعا نظيره شباب بولزداد الجزائري باستاد القاهرة الدولي، ده في إطار مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. طيب احنا محتاجين نتعرف بقى على تفاصيل أكتر حول يعني الكورة سواء مع الأهلي أو مع الزمالك. بينضم لنا هاتفيا الناقد الرياضي محمد يحيى نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. برحب بحضرتك يا فندم. يا مساء الفل عليك وعلى كل مشاهدينك، وطبعا يعني مقدمة رياضية قوية. بنحاول بنذاكر بس. طب يا كابتن حسن دلوقتي شايف، يا كابتن محمد دلوقتي شايف ازاي مباراة الاهلي فليمينجو على المركز الثالث، خصوصا طبعا بعد هزيمته قدام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟ الحقيقة يعني كان منانا كل جمهور الاهلي الحقيقة والكرة المصرية، يعني في لحظة ما تمنينا يعني واعتقدنا ان خلاص الفوز هيكون حليف الاهلي لولا التراجع الاخير في المباراة. اشرح لنا ايه اللي حصل. طبعا يمكن الاهلي عمل مباراه قويه جدا، ويمكن الفتره الاولى او الشوط الاول كله بالكامل كان فيه نديه قويه ما بين الفريقين الاهلي وريال مدريد على غير المتوقع طبعا، خاصه ان ريال مدريد ده يعني افضل فرق في العالم، وقصاد الاهلي طبعاً الصراحه عمل ماتش كويس وعمل ماتش تكتيكي رائع، قدر ان هو يوصل فيه لنتيجه كويسه كانت في الشوط الاول، وكان طمع جماهيره وطمع جماهير المصريين كلها ان هو يبقى في ممكن يحقق فوز او تبقى تعادل. هو طمعنا لادائه العالي قدام ريال مدريد الحقيقه ويحسب له الصراحه. بالظبط طبعا اكيد. يمكن كتير من جماهير الاهلي كانت متوقعه ان ممكن يحصل فوز، وفي ناس كتير كانت شايفه ان ممكن مش بعيد على الاداء دوت، خاصه من بعد مباريات كاس العالم اللي شفنا فيها تالق فرق عربيه كتير جدا، المغرب وفي تالق السعوديه اللي هزمت الارجنتين، فكان خلاص يعني كل الناس ما بقتش نازله خايفه. الاهلي كمان عمل مباراتين في الاول اقوياء قصاد سياتل، ويعني وقدر ينجح ان هو يعدي للدور الثالث ويبدا يلعب قصاد ريال مدريد. طيب قبل ما نختم يا كابتن محمد، توقعاتك لمباراه بقى الزمالك النهارده خصوصا بعد المستوى يعني الضعيف شويه اللي ظهر عليها الزمالك في مباراته الاخيره؟ مباراة صعبة جدا على الزمالك، ويمكن حتى دكة البدلاء ضعيفة في المرة دي، وظهر جدا اثبت الزمالك فيها ان هو ما عرفش يأيد لعيبته، ولكن النتيجة انا شايف ان ممكن الزمالك يقدر يحقق نتيجة ايجابية على ارضه وعلى ملعبه وبجمهوره، ان هو يقدر يحقق نتيجة كويسة، خاصة ان يمكن المباريات الافريقية بتبقى ليها طباعة خاصة مختلفة تماما عن الجانب المحلي يعني. فكل الامنيات ان الزمالك يقدر يا رب كل طبعاً. التوفيق للفرق المصريه، الزمالك في بطوله افريقيا والاهلي في كاس العالم للانديه. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد يحيى نائب رئيس تحرير جريده الاخبار، شكرا ليك وشكر موصول لحضراتكم في كل بيت على ارض مصر الطيبه. يوم حلقتنا النهارده انتهت، لكن اشوفكم الاسبوع الجاي الاربعاء والخميس والجمعه الجايين ان شاء الله باذن الله. معنا مجموعة كبيرة من الأخبار بنحاول قدر الإمكان نحن نغطي لكم الأخبار المحلية والعالمية. أشوفكم على خير، شكرا لكم وإلى اللقاء.